طيب مرحبا بكم تاني. الليلة أنا جيتكم برز بالحليب، يعني كوباية ونص بتاع رز ولتر ونص بتاع لبن، عمل لي الكمية ده كله. شايفين الرز جميل ولذيذ وطري زي ما شايفين. ده هنا أنا مشكله بجوز الهند، وفي نص بزبيب ونص بالسينامون. شايفين الرز، شوفوا الرز من جوا، شايفين الرز، الرز زي القشطة. شايفين الرز مبالغة، كمان كل ما يبرد بيكون أحلى. خليكم معي عشان نعمل الرسبي من بداية للنهاية. مرحبا بكم تاني في ايدي واو كيتشن. الليلة أنا جايكم بحاجة خفيف. في ناس طالبين مني كتير الرسبي بتاع الرز، رز بالحليب أو هو الرز باللبن. طيب أنا عندي مغادر هنا الانجريدينت حقي. عندي 300 جرام بتاع رز غسلته نظيف، عندي 250 جرام بتاع سكر، 3 معالق بتاع كورن فلور، 2 معالق كبير بتاع السمن، عندي هنا قشطة، عندي هنا لتر ونص بتاع حليب كامل الديسك، وعندي هنا حوالي 600 جرام بتاع موية. للزينة أنا عندي زبيب وجوز الهند، ده بعدين بنزين بيه، نص معلقة فانيليا ونص معلقة بتاع ملح. طيب ده الانجريدينتس حقي، خليكم معايا عشان نبدأ نعمله مع بعض. طيب ده الموية بتاعنا، هننزل عليه الرز، الرز مغسل نظيف يا جماعة، الملح، نص معلقة صغير ملح، نزل عليه شنو السمنة بتاعنا، هنخليه كده يستوي لمدة ربع ساعة ونرجع له. طيب كده 15 دقيقة الرز بتاعنا هنا تقريبا خلاص استوى. شايفين الرز خلاص استوى، هننزل الحليب بتاعنا. العلبة اللي عندي فيه لتر ونص، ده السكر بتاعنا 250 جرام، هنجي بإيجاي ده الكورن فلور بتاعنا يا جماعة 3 معالق، هنكب فيه حليب ونلخبطه كويس مع الرز، يبدو يغلو بننزل فيه الكورن فلور. رز بالحليب بتاعنا كده قاعد يغلي، شايفين المنظر ده الكورن فلاور اللي جبناه من نوع اللبن، هنضيفه بس بشويش بشويش. خلاص كده هننزل القشطة بتاعنا. القشطة يا جماعة آخر حاجة، العلبة تقريبا 3 معالق بتاع قشطة، والفانيليا شايفين المنظر يا جماعة، شايفين الرز طبعا مبالغة، وأنا موطي له النار، النار حالي زي ما شايفين كده. كده الرز بتاعنا جاهز زي ما شايفين، هنبدأ نغرف في الكور بتاعنا. لازم يتغرف سخن يا جماعة، شايفين لازم يتغرف وهو سخن. هنغرفه كده كله ونرجع عليكم. كده تبينوه في القوالب، كده جاهزين زي ما شايفين. ده كله كده ب 300 جرام بتاع رز ولتر ونص بتاع لبن على 12 قوالب دي. خلاص هنبدا نزين. عندنا هنا زبيب وجوز الهند، وعندنا هنا سينامون اللي هو قرفه. في ناس بيحبوا الزبيب، بنحط زبيب. هنجي نعمل هنا جوز الهند، هنا جوز الهند، من ناس العشاق السينامون هنعمل هنا بالسينامون. ده التشكيلة بتاعنا، ان شاء الله كده يا جماعة يكون عجبكم. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب بالحانة والشفا.